علاش؟ ملكه ماله، انت انسان مربي عنده مسؤولياته في القسم، وصلت له صغيرك حطيته السلام بالعافيه لا اكثر ولا اقل، هو مربي اكيد انه كي باش يصير حاجه مع صغيرك ولا فما حاجه يا اخي تمشي وتجي انت كل يوم على المدرسه، تو يعيط لك ويقول لك. علاش انت لازمك تسأل وتدخل؟ انا حكى لي مربي قال لي فما شكون دخلت لي بقفه الخضره اصلا وتضرب في ولدها في الكلاس. يعني وصلنا لهالدرجه، حكايه المبكيات موجوده، وصلنا لهالدرجه يعني صغيرات اكثر من هكا اكيد. توا الصغيره ذاك شنو باش يحس روحه في وسط كلاس كي ضربته امه؟ اكبر غلطه انه تعاقب صغيرك في الشارع ولا قدام الناس. عندك دار عاقب فيها صغيرك، حتى كان مش تضرب ولا باش تعمله ذيك امورك انت. نحترزوا على الضرب، الضرب لي قلنا سي مهراني فيها شكاره، فيها شكاره. مدام اسمعني مدام مريم، راهي مش الناس الكل كيف كيف، راه فما ناس يقول لك نضرب وفما ناس يقول لك ما نضربش. احنا مش نحكيو بالعام. الحاجة الثانية اللي هي مهمة جدا، أنا في حقيقة الأمر باش نحكي كوالي، أنا توا ضد 1000% أني أنا نقيم صغيري، هذه الأولى. علاش؟ خاطر في دول العالم الأول والمتقدمة واللي فوتونا برشا علم ما يقيمش صغيره إلا بعد 12 سنة، إلا في المرحلة الثانية من التعليم. صحيح. لا معدل ولا هك جبت ولا هاني شريت لك سروالك، لما قاد هاني شريت لك سروال باش تجيب لي المعدل، هاني ها شريت لك الحاجه باش تقرا لي باش ما تفضحنيش. يعني صغير مدام ولا اليوم يحس في روحه اللي هو هدف. والله صدقني مدام، انا تسالي سؤال من ولدي، باهمش نقول لك شنو السؤال، يخزر في البرامج ويسمعني انا في الراديو ونبدا نسمع الطفل قال لي باش بيه الطفل. يعني اليوم صغير حس روحه اللي هو هدف الحاجة معينة. اشتراك بصغيرك أنا معاك، خليك من بعيد، ما تحطش ولدك في كادر اللي أنت يلزمك تحصره مع المربي ومع في الدار وأقرأ ودرشنية وفلانة جاب. خليه على راحته مدام. فما أنا نتبع برشا برامج أوروبية وحديثة جدا، ثم معلومة قالها أحد الزعماء في الحرب العالمية الثانية، قال أنا احتللت العالم بذكاء أبنائي وليس بالعلم. شنو معناها؟ قال نميوا ذكاء صغاركم تحتلوا العالم. ألور الصغير لو تنمي له ذكاه باش يقرا اوتوماتيكمون، يعني ما غير لا تقول له لا هي هذه ولا هي هذه، هذا حسب رأيي أنا المتواضع. به اثنين، الصغير لو إذا كان ما تخليش على راحته، راقبه مش ما تراقبوش، لكن ما تحطوش قدامك اللي هو راه هدف، راقبه من بعيد لبعيد. ما تخليوش يفيق بيك اللي انت تحت اللي هو تحت المراقبه. بالضبط، خليه على راحته ونمي له الذكاء نتاعه. تو صغيرك ترى، نمي ذكاء طفلك ترى منه العجب. باهي، احنا سيدتي الكريمه تعلمنا من طائر الغراب كيف ندفن موتانا، علاش ما نتعلموش احنا من الاسد كيفاش يسيطر على اولاده ويربيهم ويطلع الشبل شبل والاسد اسد؟ عليه ما نمشيوش بالطريقه هذه، تبعوا ووريه ونميلوا الذكاء نتاعو، تو تشوف ولدك احسن تلميذ كما تحب انت وتشتهي. احنا رانا نحن المجتمع العربي نحبوا صغيرنا مفصل بالورقه والستيلو، مسطر تسطير، قراي مزيان نظيف، كانه سامحني في الكلمه مدام كبش نطيح الصغير باش نهز انا نتفخر به في البطح، راه عمره ما كان كيك الصغير. أكيد. هذه نقطة كبيرة برشا، خلي صغيرك على راحته، لعبوا ألعب أنت وياه، صوحبوا، ادخل معاه في حاجات، وراه الصغير ذكي 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 برشا. أنا ساعات ولدي أقسم بالله العظيم يعجزني في حاجة ذكاء المول جيل ذي ذكي، أنت ينمي لك الحاجة دي تو يقرأ أوتوماتيك موت تبارك الله وتو يطلع وما شاء الله، تو النتائج تجي من بعد، تو تجي بطبيعتها. أنا هز ولدي باش يقرأ، راه مش باش تقيمهولي ولا انا مش نتدخل في مشكلتك، انا هز ولدي باش يلعب حتى ليوصل لعمر معين ومن بعد فما حساب اخر. حقيقة هذا رايي انا. قداش عمرهم صغيراتك مهران؟ صغيرين، عندي 6 سنين و3 سنين. ما شاء الله صغيرين يعني مازالوا. مازالوا هو حتى مازالوا حتى في 5 سنين راهو ما عندكش فكرة على الأولية كيفاش تبدا تجري سونيا هكا، واللي وقاعدين يشوفوا في صغيراتهم وشنو هو اللي باش يقراوا وشنو هو الحاجات اللي عندهم، وكالكم الهائل نتاع المعلومات اللي يحبوا يوصلوها للصغيرات، ويحبوا صغيراتهم يكونوا متفوقين حتى من التحضير، خلينا نقولوا ماهوش وخاصة الأم. الصباح تمشي متجندة طول
للاستاذ يبداو يعسوا عليه اش عمل واش ما عملش واش قرى ويدخل له. خليه هذاك راهو مربي وهذيك مؤسسه تربويه، حدودك توفى عند الباب. غادي هو فما حاجه اخرى. هما يعرفوا خدمتهم، هما قراوا ووصلوا وتخرجوا وصلوا لك البوست هذيك، مش انت باش تجي تعلموا. شنو تجد يبداو خمسه سته نساء والله بوزني يا مدى شوف شوف كيفاش لابس. اه باز مرته درش حتى مرته يوصلوا لها في الدار، اش دخلك فيه؟ لا يعني لهنا مدام العلاقه معناها لازم تكون عندها حدود. صحيح، ديما نرجع اجا نقول لك مدام في كل المواضيع ديما نرجع لنقطه الختام وكلمه الختام. اي احنا المواطنين يلزمنا نصلحوا من رواحنا، في نار انا باش نقعدوا هكاكا في نفس العجله وندوروا. لا هذه اكثر نقطه وستر. هذا هو. وربي يبارك لك على اتاحه الفرصه وشكرا لك. يعطيك صحه، يعطيك صحه مهران على تدخلك معنا. دونك نقاط الطرق لها نقاط مهمه جدا، وهذه ديجا حتى من اللي قبيله نحكيو فيه سونيا في هذا الاطار. قبل ما نختم باش كان نقاط ذوك النقطه المهمه اللي قلنا باش نطرقوا لها، هو وقت اللي يكون الولي هو في نفس الوقت المربي نتاع الصغير نتاعو. افكتيفمون. دونك ساعه اولا شكرا على المداخله نتاع سي ماران، كالعاده ديما ثريه. دونك اليوم وقت اللي الولي هو بيدو مربي ويحط صغيره عنده يقريه عنده لهنا الصغير صحيح بتتخ معناها بيداغوجيا وذهنيا ومعرفيا تتخش يطور مهارات معينة، ولكن راهو في وقت من الأوقات ما عادش حتى ساعات في الدار في عوض يقول ما يقول ستي، ولا في القسم في عوض يقول ستي يقول ما. دونك لهنا افكتيفمون هذا يزيد يفسر اللي راهو الصغير يلزم الام معناها الادوار نتاع الاشخاص اللي في حياته يلزمهم تكون واضحه. ما ينجمش يعرف الازدواجيه في الادوار نتاع الاشخاص المحيطين به. هو الحدود قداش العمر اصلا؟ هو راهو معناها للحدود معناها المستوى الدراسي ابتدائي، هو اللي في الابتدائي اكثريه، اما راهو بعد في الاعدادي والثانوي باسكو باش يولي مراهق وبطبيعته في المراهقه دونك جينيرالمون يرفض المحيط ويحب معناها خصوصيه مرحله المراهقه يلزمو يتعامل مع المجموعه اللي هو من اندادو، دونك يولي يرفض كونه علاش على خاطر سيقع التنمر عليه في وسط القسم. اه خاطر امك تقري فيك كسوا في الايجابي ولا في السلبي، كان ام ولا ابوه صعاب ولا صعاب معاه في القسم فباش يقولوا له اخزر كيفاش يكرهوك هذاك الشيء يتصرفوا معك هكايه، وكان باش يتساهلوا معاه في القسم اه على خاطر ولد الاستاذ ولا الاستاذه هذاك علاش يجيب في معينات هكا، يولي هو معناها سيقع الغاء قدراته ومجهوداته والكل اللي قاعد يبذل فيها باش نروه كان اكليتيكيت اللصقه هذيك باش يلصقوها عليه اللي هو على خاطر ابن الاستاذه او ابن الاستاذ، ولا يقع التعامل معاه على اساس كونه تلميذ كيف وكيف الصغيرات الاخرين، قاعد يقرا بنفس الطريقه وقاعد يبذل بنفس معناها في المجهود اذا مش اكثر باش ينجم يثبت قدراته. دونك وقت اللي يقع خلط في الادوار لهنا الصغير ينجم يولي عنده اخلال توازن نفسي. دوك واللي ما عادش يعرف امه اللي مستنس بها اون برانسيب تكون الحنينه تكون الرحومه افكتيفمون تتغير عليه، وتزيد كي تروح للدرجه تقري تقول اخي انا مش عطيتك الدروس الفلانيه شك ما قريتش اللي على القرايه اللي عطيتها لك انا، معناها كيفاش يحس روح ما عادش الراحه اللي المفروض في الدار افكتيفمون والانديبوندونس كمان اللي هو يحب يبحث عليها كل الاحتياج العاطفي والاحتياج بالامان اللي هم مهمين ومهمين جدا، اللي هو سوبوزي كي يروح للدار بعدك المخزون اللي قام به نهار كامل يحب كي يروح معناه يخرجك المخزون هذاك باش يحكي باش يقول هو شنو عمل في القسم كيفاش كان نهاره مع اصحابه شنو تعلم حاجات جديده اتسيتيرا، هذيك سيقع حرمان وماكل معناها الاحتياج هذاك في الوقت هذاك، فتراكمات جوستمون الاحتياجات هذوما اللي لا يقع تلبيتها وقتها ينجم ياثر على توازن النفسي وتصير فيها اخلالات. فوالا هذوما الاخلالات اللي ما نحبوش احنا مالوغوزمون نوصلوا لهم، وذاك علاش اليوم حابين نحكيوا على موضوعنا العلاقه بين الاولياء والمربين. كيف العاده نحاولوا نختموا ببعض النصائح السنيه في الموضوع هذايا، كلك سؤال الاولياء والا المربين. ساعه اولا اول بتتخ ميساج نجم نوصله للأولياء المستقلين في العملية التعليمية عند صغيراتهم، راهو مهم جدا يكون حضور حتى حضور معناها للتوازن النفسي نتاع الصغير وقت اللي هو قاعد يقرا. ساعات راهو فما اولياء ما يعرفوش حتى صغيراتهم فانا مستوى دراسي هما فيه اش عندهم اش ما عندهمش قرايه عند شكون يقراو فانا مدرسه، راهو اليوم بالله ارحموا صغيراتكم، راهو ال معناها اللهوه بالصغير راهو كيف ما معناها لهوته بماكلته بشربه وبنظافه وبنظافته وبنظافه هندام نتاعو زاد كيف لهوته بالقرايه اللي هي لا فيها لا افراط ولا تفريط معناها اللي يستحق. فما صغيرات برك الله بتبيعتهم
ما شاء الله قدراتهم باهية، واللي يستحق معناها رعاية معينة أو مساعدة معينة يلزمنا نقفوا معاه باش يتجاوز ويتخطى الصعوبات اللي هو فيها. بالنسبة للمربين بياسوغ الاجتهادات تفرق، تبارك الله زاد القدرات زاد تفرق، تلقى معناها مربي ما شاء الله معناها في التواصل متاعه اتتغا، كيف ما تلقى زاد مربي بداغوجيا ما شاء الله عليه في القدرات متاعه كيفاش يوصل المعلومة. دونك كيف أي شخص معناها كيف ما عنده المزايا متاعه أكيد عنده لديفو متاعه، ولكن هذا لا ينفي كونه طريقة التواصل الإيجابية اللي تكون ما بين المربي والولي اللي هو باش يكون إسقاطها مباشر على محورنا اللي هو التلميذ. فوالا، هذا هو مصلحة التلميذ فوق كل شيء، مع الترابط بين هالثلاثة أطراف هذوما المربي الولي والتلميذ غير كو باش نوصلوا نخرجوا ديما احنا نحبوا صغيراتنا أصحاء من الناحية النفسية نتاعهم، على اعتبار انه راهي الصحة النفسية هي اللي بعد مش تجيب لك لي كونسيكونس نتاع الحاجات اللي انت شنو تطمح تحب خاطر باش تزرع فيه وتغرس فيه المبادئ والقيم والأخلاق والقدوة واتسيتيرا. دونك هذاك الكل يدخل في التوازن النفسي عند الصغير. وهذه رسالة موجهة لك الناس اللي مازلت لحد هذه اللحظة سونيا ممكن مازلت متمنش ومازلت تحب صغيرها يقرأ كيما قرأت هي قبل وكيما التعاملات اللي تعاملنا بها قبل الناس الكل. دونك هذه معناها حان الوقت باش برشا حان الوقت باش نعملوا دو نعملوا مصالحة مع رواحنا ما بين زمن القديم وزمن الجديد، وهذا اللي يستنى برشا تغير عقلية، خاطر بتغير العقلية نجموا نتغيروا على الأقل احنا بعد ما نقعدوش نتشكيوا ونقولوا راهم نجمناش نغيروا في روحنا حدا شيء، ما قدمناش ما صلحناش صغارنا معناها صغيرنا لو طلع سوي وإلا ما هوش سوي. دونك حان الوقت باش نتبعوا مثل هالنصايح هذوما، وهم جايين نصايح بصفة اعتباطية بعد دراسات علمية كبيرة بعد برشا دراسات على عديد من الأشخاص باش وصلوا معناها هذوما هالتطورات العلمية اللي قاعدين معناها نقدموا بهم راهم ما هوش بصفة اعتباطية. يعطيك صحة سنيا جميلي الأخصائية والمعالجة النفسية على تدخلك معنا في موضوعنا لليوم، واللي ديما كانت تدخلتك ديما معناها ثرية ومفيدة جدا سونيا جبيلي الأخصائية والمعالجة النفسية. أمنا بوخيت كانت معكم في الإخراج التقني للحساسين، محمد سيف الدين بولعريس كوتي ديجيتال، سوار بن حميدة بعد شوية في آخر الأخبار المحلية العالمية والجهوية. ما ننسوش